بداية طبعا نتقدم بالشكر الجزيل إلى المنتدى الثلاثاء على استضافتنا اليوم أو استضافة هذه المبادرة الشبابية، وأكيد غير مستغرب على أبو هادي دائما استضافة للشباب ودعمه للشباب. برنامج شباب من أجل التغيير أو هو اسمه Youth for Change، بس للأسف ما لقينا الترجمة العربية لأن هي مبادرة انطلقت من كندا في الأصل، من منظمة توكينج آي تي جلوبال في كندا عام 2004. المبادرة دخلت العالم العربي عام 2008، تبنتها مكتبة الإسكندرية لإدخالها العالم العربي ل 22 دولة عربية. طبعا هو بدأ البرنامج عبارة عن دعم رواد الأعمال في مجال التقنية، بدأ عن طريق شاب وشابة، شابة كان اسمها جينيفر وشاب اسمه مايك. اثنينهم هذول الشباب كانوا يفكروا في هموم الشباب على مستوى العالم وكيف انه ممكن يكونوا صناع للتغيير الفعال او الايجابي في مجتمعاتهم، فبدأوا بانشاء محادثة او ويب سايت، غرفة الكترونية للدردشة، والغرفة الالكترونية تطورت انها تكون شبكة كبيرة تضم مختلف الشباب. مثل ما قلنا عام 2008 تبنتها مكتبة الإسكندرية وأدخلتها للعالم العربي، وتطورت أن تكون مسابقة بشكل سنوي لدعم رواد الأعمال، يعني يتقدموا الشباب أفكار مشاريعهم وحسب معايير معينة أو حسب كريتيريا معينة يتم اختيار الفائزين سنويا في الدول العربية، 22 دولة عربية. طبعا 2008 ما دخلت السعودية، دخلت السعودية في 2009 تقريبا. كان في عام 2009 في فائزين، اثنين من السعودية، وفي 2010 ايضا في فائزين شاب وشابة، في 2009 كانوا اثنين شباب. توقف البرنامج لمدة، في 2011 كرم من جامعة الدول العربية كأفضل مشروع تنموي شبابي، للأسف توقف بسبب الظروف اللي حدثت في مصر والربيع العربي والدول العربية بشكل عام لفترة معينة، وخاصة أن الجهات اللي كانت دعمتنا ورعايتنا هي جهات حكومية دعم المشروع، فتوقف من 2010 إلى 2016. 2016 رجعنا في المرحلة الرابعة من شباب من أجل التغيير، وتم اختيار ثلاثة فائزين من السعودية، واحدة من الرياض، واحدة من جدة، وواحد من جدة أيضا. مشاريعهم كانت كلها مشاريع جميلة يعني ومبهرة. أنا أتمنى من الشباب، هو عبارة عن أرجع وأقول مسابقة، والمسابقة أو المشاريع الفائزة تحصلوا على منحة لتقديم أو لتنفيذ مشروعهم، غير المنحة يحصلوا أيضا على دورة تدريبية في مكتبة الإسكندرية مدفوعة التكاليف كاملة، مغطاة أيضا تكاليف السفر. وأيضا بعد الدورة هذه هناك دورة إلكترونية في تأسيس وتخطيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغير الدورة الإلكترونية إمكانية مدهم مع المنتديات والملتقيات الشبابية في كل دول العالم. هذا تقريبا باختصار. سنويا احنا نقيم في البلدان العربية منتديات بعد الفوز للتعريف بالفائزين ومشاريعهم، دائما نسميها منتديات يلا نحلم، والمنتدى او الصورة هذه تقريبا تعبير عن المنتدى. اتمنى من الشباب الموجودين او حتى اللي مو موجودين اللي عندهم شباب في العمر من 18 الى 30 سنة، أتمنى أن تحثوهم أنهم يقدموا بأفكار مشاريعهم. آخر موعد لاستقبال المشاريع تقريبا 10 مايو، آخر موعد لاستقبال الأفكار. هذه صفحة البرنامج على الفيسبوك، وفي له طبعا ويب سايت متكامل، مو بس صفحة، بس يمكن صفحة البرنامج على الفيسبوك هي اللي نشيطة جدا وفعالة، فيها تقريبا 20,000 متابع. هناك أيضا صفحات له على تويتر، على إنستغرام، على سناب شات، كل الصفحات هذه مجرد تكتبوا Youth for Change أو YFC راح يطلع لكم تقريبا الصفحة. الناتج عبارة عن مشاريع لرواد أعمال أو مشاريع أساسا صغيرة استثمارية أو اجتماعية، قد تكون اجتماعية قد تكون استثمارية. المشروع يكون بشرط أنه يكون مربوط بالتقنية أو بالآي تي بشكل أو بآخر، يعني ممكن يكون المشروع حقيقي وقائم بس أربطه بالتقنية بشكل معين. أنتجنا تقريبا
6 مشاريع هنا موجودة في السعودية. مشروع اسمه منصة درايتي، آخره كان منصة درايتي. منصة درايتي طبعا عبارة عن مشروع إلكتروني أيضا يجمع طلاب الدراسات العليا وطلاب أيضا البكالوريوس ويجمع أساتذة الجامعات. كيف يعني؟ أنا الآن طالب مثلا دراسات عليا، محتاج إلى أني أقيم بحث معين أو أقدم رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه، أكيد محتاجة أتواصل مع دكاترة معينين أو أساتذة معينة في مجالي أو تخصصي، محتاجة إلى مراجع. بدل ما أتعب وأروح للجامعات وأزورهم، أدخل على منصة درايتي وأشوف جميع تقريبا الأساتذة على مستوى الجامعات في المملكة كلها موجودين تحت الويب سايت هذا أو المظلة الإلكترونية.